يقول أنا مسافر وفي بعض الأحيان يقدمونني في بعض المساجد لأصلي بهم وهم مقيمون، فأقوم بإتمام الصلاة خشية أن يسلموا معي وهم لم يتموا الصلاة، ما حكم فعلي هذا؟ افعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي بالمسلمين في المسجد الحرام في غزوة الفتح، قال يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سهرون، يصلي بهم ويعلمهم أنه يقصر، فإذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم. هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.